أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري، وإليكم عناوين النشرة. إثر عمل استخباراتي واستعلاماتي، الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب تتمكن من الكشف عن مجموعة إرهابية وإحباط مخطط إرهابي كانت تنوي القيام به بالجنوب التونسي. تواصل التظاهرات الثقافية والفنية المحتفية بالمرأة التونسية في عدة جهات على وقع الاحتفال غدا بالعيد الوطني للمرأة. مقتل شخصين في اندلاع احتجاجات في مدينة كيوسومو معقل المعارضة الكينية بعد إعلان مفوضية الانتخابات فوز الرئيس هورو كينياتا بولاية ثانية. أهلا بكم. إثر عمل استخباراتي واستعلاماتي بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالجرجاني من الكشف عن مجموعة إرهابية وإحباط مخطط إرهابي كانت تنوي القيام به بالجنوب التونسي، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان الصليتي. أوضح الصليتي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم أن قاضي التحقيق الأول المتعهد بالملف قرر في حدود ساعة متأخرة من ليلة البارحة وبعد استنطاق 5 متهمين بحالة احتفاظ إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 عناصر منهم والإبقاء على عنصر واحد بحالة سراح. وأضاف في هذا الصدد أنه تم فتح بحث قضائي منذ أكثر من 3.5 أشهر من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية حول موضوع التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات مع عناصر إرهابية تتواجد خارج أرض الوطن وتكوين وفاق وطني داخل تراب الجمهورية. تحتفي تونس غدا بالعيد الوطني للمرأة، وبالمناسبة يتواصل في متحف باردو على مدى أسبوعين معرض توثيقي لمنتجات تقليدية بين الماضي والحاضر بتنظيم من الكريديف والمعهد الوطني للتراث والديوان الوطني للسياحة. بين ماض وماض، بين تراث وتراث، بين نقش ونقش تجسد التحفة ليكون الإطار في صور اجتمعت في ثنايا متحف باردو. هنا قرابة 100 من درر الفخار والنسيج والتطريز والحلي في معرض نساؤنا وتراثنا مستقلين بصنعة الجدي. بنوري الحرفة ونحب نوري خدمتي، مثلا نحب نوري خدمتي اللي من وقت اللي نبداها حتى نكملها. نحب نوري تراث البلاد ونحب مثلا نشجع برشا صغار أصغر مني، الحصان للعروسة للجمل، تحف كل تحف كل نخدمهم. تحف فنية من التراث التونسي في معرض جمع عديد الحرفيات اللواتي حضرنا أيضا في ملتقى احتفالي بالعيد الوطني للمرأة. وهذا الجزء الأول كل القطاع التاريخية اللي صنعت بيدي ننسى، سواء في النسيج أو في الطريزة بغودغي وإلا في الفخار، فخار السجنين لا سيما. لكن انطلاقا من هذاك انسى راهم مواصلين الابداع، واليوم خاصه نحن نشجعوا الابداعات ونشجعوا تثمين التراث. علاش؟ لانه تراثنا ثري جدا، لكن ايضا هو مصدر ثروه ومصدر ربح ومصدر عمل. مكانة متميزة إذن للمرأة التونسية العاملة بالفكر أو بالساعد منذ القدم، قد يجسد قليل منها في ثراء تراث قرون. في إطار برامجها التنشيطية والترفيهية لفائدة الشباب، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بسيدي بوزيد فسحة بحرية لعدد من شباب معتمدية السبالة. حسام ابن 15 من معتمدية السبالة أتيحت له هذه الفرصة للاستمتاع بالبحر هو وعدد من أبناء جهته من خلال البرنامج الجهوي للمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بسيدي بوزيد، سباحة ونشاط في الهواء الطلق الذي استفاد منه رواد دور الشباب من مختلف المعتمديات. حسيت بالفرحة وشيخنا وصحابي ولعبتنا وياهم ونسحوا مع بعضنا ونحبوا
نحب ديما نجي البحر، كان نلقى فرص نحب ديما نجيه. الهدف من البرنامج هذا هو تعريف شبابنا في المناطق الداخلية بأهم مناطق البلاد، وكذلك تمكينهم من فرص زيارة المناطق الساحلية والسباحة في الهواء الطلق. البرنامج اليوم انطلق بتحية العلم وبعمل تطوعي، وكذلك بمجموعة من الألعاب والمسابقات التنشيطية اللي أمنها إطارات الشباب لفئة الشباب المشاركين اليوم. عملنا جو بكدا بكدا، عملنا بنيونس بكدا بكدا، ويعطيهم صحة وإن شاء الله المرة الجاية نعودها. انتهت فسحة حسام وفي البال صور ستظل عالقة في ذهنه على أمل أن تتاح له هو وأبناء جهته فرصة أخرى للاستمتاع بالعطلة الصيفية والاكتشاف جمال وطنه. دوليا، وبمصر ارتفعت حصيلة تصادم قطارين في منطقة خورشيد عند مدخل مدينة الإسكندرية الذي جد أمس إلى 43 قتيلا على الأقل وجرح 133 آخرين وفق ما أكدته مصادر أمنية وطبية. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين لمتابعة تطورات الحادث وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته وتحميل المسؤوليات. كما أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين المتصادمين وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لفحص أبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث. إلى كينيا، حيث اندلعت احتجاجات سياسية في مدينة كيوسومو معقل المعارضة وأيضا في حي ماتير الفقير في نيروبي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. واندلعت الاحتجاجات بعد دقائق من إعلان مفوضية الانتخابات فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية مدتها 5 سنوات رغم اعتراضات من زعيم المعارضة رايلا أودينغا بشأن نزاهة التصويت. بهذا التصعيد في موجة الاحتجاجات وهذا الصدام بين معارضي رئيس كينياتا العائد إلى مقاليد الحكم في ولاية جديدة ورجال الأمن، استقبل إعلان اللجنة الانتخابية رسميا فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. صدامات أسفرت في مدينة كيسومو عن سقوط قتيل وأربعة جرحى، كما سقط قتيل آخر في مدينة سيايا. ولم تنجح دعوات الرئيس المنتخب إثر الإعلان الرسمي من قبل اللجنة الانتخابية عن تقدمه في هذا الاستحقاق الانتخابي، لم تنجح في إخماد غضب المحتجين رغم التزامه بالعمل سويا من أجل تطوير البلاد ومواصلة مسيرة بنائها حسب ما جاء في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب الكيني إثر إعلان فوزه بنسبة تصويت بلغت 54.27% متقدما على غريمه المعارض رايلا أودينغا الذي تمسك برفضه لهذه النتائج بزعم تلاعب قراصنة بنظام التصويت خلال عملية احتساب الأصوات، ما أجبر اللجنة الانتخابية على تأجيل إعلان النتائج النهائية عدة مرات من أجل التثبت والتدقيق في النتائج، خاصة بعد إصرار المعارضة على حيازتها نتائج بديلة تظهر تقدم أودينغا. مشاهد العنف هذه ليست غريبة عن الشارع الكيني الذي واجه نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2007 بردة فعل مماثلة، حينها قتل أكثر من 1200 شخص في انتخابات أثارت معها أكثر من سؤال. أعلن البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني شي جين بينغ أكدا على التزامهما بنزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما. وأضاف البيان أن ترامب وشي اتفقا أيضا على أن إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة كان خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار على شبه الجزيرة. وفي ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانغ وواشنطن، أعلنت كوريا الشمالية أن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه. أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تستبعد الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة السياسية الحالية في فنزويلا، مضيفة بأن الناس هناك يعانون ويموتون. وفي رد فعل من جانب كاراكاس، قال وزير الدفاع الفنزويلي إن تصريحات ترامب ضرب من الجنون. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات مؤخرا بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصفته بالديكتاتور.
في إخبار الرياضة، سيكون المنتخب الوطني للناشئين في كرة اليد أمام فرصة مواتية للتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة بجورجيا عندما يباري مساء اليوم منتخب روسيا انطلاقا من الساعة 5 والمنتخب الوطني المنتصر في مباراتين مقابل خسارة واحدة، وسيتيح له الفوز على إسبانيا بلوغ الدور الثاني في إحدى المراتب الثلاثة الأولى للمجموعة الرابعة. استهل اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الخاوي مشواره مع فريق تروا الفرنسي بتسجيل هدف الانتصار على نيس بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في افتتاح منافسات بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم، وانتقل الخاوي إلى تروا من نادي مارسيليا. في إطار المهرجانات الصيفية، احتضن المسرح الأثري بدقة ليلة أمس سهرة افتتاح الدورة 41 لمهرجان دقة الدولي الذي يتواصل إلى غاية 26 من هذا الشهر. سهرة الافتتاح كانت بإمضاء الفنان التونسي حسان الدوس الذي قدم عرضا فرجويا غنائيا. سهرة افتتاح مهرجان دقة الدولي في دورته 41 كانت بإمضاء الفنان الشاب حسن الدوس الذي اشتهر بنوع معين من الموسيقى جمعت الأوبرالي بالطربي والإيقاعي. حبينا يعني أنه تكون البرمجة تمس كل الأذواق، يعني يوم اليوم حفل افتتاح حبينا يكون تونسي مع الفنان حسن دوس، فما شو كبير برشا خاطر حسن يخدم ياسر على اللوميير. دقة زادة في بلاصة ما تعدينا من أحسن ما فما عنا بلايس في تونس، وأون بلوس صورت فيها الكليب متاعي طاير اللي هو على اسم الألبوم وعلى اسم البروجي، دونك شعور معناتها باهي برشا الليله، شعور نحس في حاجه قويه، حتى ملي جاي في الثنيه نحس في فما انرجي زايده على اللازم اليوم. الجمهور الذي كان حاضرا بكثافه تفاعل مع الحفل الذي لاقى الرضا والاستحسان اجمالا. جينيال جينيال، عمري ما ريت حاجه كيفك بالحق، فريمون ان كرو ارتيست، بارك الله عليك. صوت ولا غلاي تبل تبل تبل، حياتي ما صار يا كيفا هو توا البرمجه حلوه وفما معناها سهرات حلوين برشا، تقعد ديما مشكلة تبرصق ودقة والبعد وهك الإشكالية هذيك متاع اللوجيستيك متاع العملية هذه. يعني بالنظر للميزانية المرصودة للمهرجان يعني نشوفوا عروض حقيقة يعني تثلج الصدر، يعني فيها أنه الإنسان يجي هنا فيها الطرب فيها الضحك. مهرجان دوغا الدولي والذي تم بعثه سنة 1920 كان مخصصا للعروض المسرحية بالأساس، وهو أقدم المهرجانات التونسية. على هذه الإيقاعات نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إثر عمل استخباراتي واستعلاماتي، الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب تتمكن من الكشف عن مجموعة إرهابية وإحباط مخطط إرهابي كانت تنوي القيام به بالجنوب التونسي. توصل التظاهرات الثقافية والفنية المحتفية بالمرأة التونسية في عدة جهات على وقع الاحتفال غدا بالعيد الوطني للمرأة. مقتل شخصين في اندلاع احتجاجات في مدينة كيوسومو معقل المعارضة الكينية بعد إعلان مفوضية الانتخابات فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.